السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بخير. مواقيت الصلاة في مصر: الأحد 4 أغسطس 2024، 29 محرم 1446. إخواتي فضلا منكم وتكرم أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. مواقيت الصلاة على القاهرة: اليوم نوزن الفجر جمعة على مدينة القاهرة في 4:39، الشروق على مدينة القاهرة في 6:16، يؤذن الظهر اليوم على مدينة القاهرة في 1:01، يؤذن العصر اليوم على مدينة القاهرة في 4:38، يؤذن المغرب اليوم على مدينة القاهرة في 7:46، تؤذن العشاء على مدينة القاهرة في 9:12. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بشكركم إخواتي، بتمنى لحضراتكم الخير كله يا رب. السلام عليكم.